بس يعني كلمة أخيرة أو معلومة مهمة جدا. خلاصة الآباء القديسين اللي قالوه اللي أنا فعلا وصل لي وربنا وصله لي، إن سبب عدم وصول الناس أو ناس كتير للقداسة أو تلك الصورة عينها أو كمال الامتلاء، لما الكتاب بيقول لكي تمتلوا كل ملء الله، إن كل إنسان فهم مش معلومة، فهم سفر أو فهم حاجة بمعزل عن الأصفار التانية، فهم جزء من البناء يعني قدامنا الفلك، فهم إزاي يجيب الطلاق نوع الطلاق بس من غير ما يفهم نوع الخشب ونوع المسامير ونوع الأدوات. لازم البناء يبقى فهم كامل عن البناء المركب، ما ينفعش حاجة معينة. فهمت ان المسيح جه وعمل زي ما في غلطي بيقول انه جه وشال اعمال الناموس، ايوه، بس ايه هو البر وايه هو الناموس؟ نعلم ان الانسان لا يتبرر باعمال الناموس، يعني ايه هو الناموس؟ لانها بتحوي كذا معنى، الناموس روحي اما انا فجسدي، هناك ناموس اخر في اعضائي، ما هو نفس الكلمه ونفس باللغويات، بس المهم قصده ايه ربنا والبناء كله. فكل حاجة لا يتبرر الإنسان بأعمال الناموس، يعني مش بطقوس وأجيب بقرة واتبحها أو عجل، لكن بالإيمان، أيوة، بس الإيمان إيه نوع الإيمان؟ يعني ما هو ده اللي كان قصدي، لا يكلل أحد إن لم يجاهد قانونيا. لازم نعرف أنه أصلا في جهاد قانوني لا نقاش فيه، فإيمان بدون أعمال ميت. يا ما ناس بيتكلمون عن إيمان يقعد يتكلمون عن غلطية، طب أيوة بس بدون الأعمال ميت. إيمان يسوع المسيح، أمننا نحن بيسوع المسيح لنتبرر بالإيمان، فناس ركزوا في حاجة لأن ما فهموش البناء كله، فالنور ما كانش كافي. بس هو ده اللي خلى الناس ما توصلش، النور مش كافي من البداية، لازم أفهم بنور الله الهدف والجهاد القانوني اللي المسيح جه عاشه عشان يوصل للهدف. أيوة، بأعمال الناموس لا يتبرر جسد الناس، فإن كنا ونحن طالبين، ده بيقول كده في غلطية 2، أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة، أفي المسيح خادم للخطية؟ حاشا، فإني إن كنت أبني أيضا الذي هدمته فإني أظهر متعديا. فهو يبدو ممكن واحد يفهم كل الحاجات دي، المهمة بالإيمان، يعني عايز يدور على حاجة سهلة فبينبش زي الفراخ على الشيء السهل والآيات السهلة، ما ينفعش، لأن مت بالناموس للناموس لأحيا لله. فهو بيشرح حاجة معينة، أن العهد القديم ما ينفعش، بس مش العهد القديم التاريخي، هي دي اللي بقى النقصة المعلومة لناس كتير. العهد القديم في حياتي أنا مع المسيح صلبت، يعني لازم أتصلب فأحيا لأنا، دي بقى مفهوم كل حاجة بيتفهم بالنور المتكامل من الله. لو الإنسان صادق زي كل القديسين وصل للقمة، فهمه زي مريم المصرية، ما حدش علمها، أهل نينوى ما حدش علمهم يلبسوا المسوح فين في غلطية أو فيليب حكاية المسوح، أو نقعد ندور عن، مش هنلاقي بدقة مسوح، مش هنلاقيها. لكن هم عرفوا منين؟ أهل نينوى لما قادهم روح الله. فالقيادة هي بتبقى الراس نفسها، في ناس تقعد تنبش عن الضوافر والإيدين والصوابع، لكن فين الراس اللي هي تبني المبنى كله، البناء نفسه بقيادة روح الله؟ مش عايزة، هي عايزة راس الله نفسه يكون هو الراس مش أنا. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان. فزي بقول لحضرتك، ناس كتير ركزت في الإيمان، يعني اللي هو الطريق السهل. نعلم أن الإنسان لا يتبرر بعمل الناموس، فناس كتير ركزوا. فأنا فاكر أن لما كنت في سنة وبروح كل الطوائف، كنت بروح الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة، فكل واحد بفكر وكل راعي بفكر، والإنسان بيدور على الفكر اللي يريحه ويقول أهو أبونا سيدنا قال كده، فده مش هيوصل. إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. الناموس هو طقوس أو ترتيب معين، أو بيقول كده في غلطية 2، فمش هوصل بنظام الآية الواحدة، مش هوصل.
عشان كده في نفس غلاطية، غلاطية معناها جلاطي اللي هو أبيض كالحليب أو زي ما بنقول عليه جلاتي يعني. جلاطي يعني هو ده النور البياض الحقيقي. فأيها الغلاطيون بيقول في غلاطية 3 الأغبياء من سحركم حتى لا تزعنوا وتسمعوا للحق، قد رسم أمام عيونكم يسوع المسيح مصلوبا. ركز على حكاية الصلب علشان يفهم الإنسان ده العلاج الحقيقي. أعمال الناموس أخذتم الروح، ففي قيادة روح لازم الله يكون راس. هكذا أنتم أغبياء بعد ما ابتدأتم بالروح. ركز قوي في حكاية الروح لأنه لازم هي قيادة روحية. يعني حتى المسيح نفسه هو عايش، التلاميذ مش كلهم لقطوا فهمه بالضبط الجهاد القانوني، كان بيعتزل ليه في البراري. فهي عايزة طلب قيادة روح زي أهل نينوى. فالناموس ليس من الإيمان، بل الإنسان الذي يفعلها سيحيا في فعل الذي يفعلها. فهو مش مجرد بس أمانت، فين البناء نفسه كله. فالمسيح افتدانا من لعنة الناموس، يعني ربنا أنقذ الناس اللي عايزين في الحق من فكرة طقوس أو ترتيب أو فكرة، فهي لعنة، الموضوع فيه لعنة غريبة جدا. في غلاطية 3 عدد 13 الحتة دي في لعنة في الموضوع. ليس أحد يتبرر بالناموس، يعني لأن البار بالإيمان يحيى، بس إيمان بدون أعمال، يعني كله مربوط ببعض. في ناس خدت الآية أهو بالإيمان يحيى، لكن أيوه بس إيمان بدون أعمال ميت. فهي عايزة نور وعايزة قيادة مستمرة، لأن حتى لما هاخد النور والفهم همشي إزاي؟ فما حدش يقدر يأتي للآب لما قالها في يوحنا 6 اللي بي، يعني بالفهم وبالقدرة نفسها. إله كل نعمة الذي دعاكم ويكملكم ويثبتكم في المعلومات والفهم والإرادة هو العامل فيكم أن تريدوا، ويمكنكم هو ده بالعمل بقيادته بالرأس بتاعته. فكل حاجة ممكن أفهمها زي ما أنا عايز. المسيح افتدانا من لعنة الناموس الصارة لعنة أهو. شوف زي واحد في كنا في المدرسة يقول إيه الجمعة العظيمة والصيام، ما خلاص المسيح مات زمان، ما خلاص. قلت له أنت عايز الطريق سهل، ما فيش مع المسيح صلى. أيوة ما قلت له أيوة بالفكر، يعني موت أنت بالفكر. ما كل حاجة أنت عايزها كده هو بالإيحاء، لكن إن صرنا متحدين بشيء بموته مش موجود. نمات كل، فين نمات كل النهار؟ مات زمان. طب فين نمات كل النهار؟ حسبنا مثل غنم للذبح، فين الذبح ده؟ معنويا. فالناس اللي هي عايزة طريق سهل خدت الموضوع معنوي بالإيحاء، فعشان كده ما وصلتش. فكل حاجة بتتفهم بالرأس، هو يفهمنا ويمكننا بعد ما يفهمنا إله كل نعمة. فهي عايز قيادة مستمرة ونور مستمر وقدرة مستمرة علشان أنفذ اللي هو نفسه كشفه لي. يعني هو لازم يكشف لي بنوره، ولازم هو يستخدمني، هو اللي يحركني به ناحية، زي ما عمل مع ماريا المصري، زي ما عمل مع أهل نينوى، حركهم فهمهم يلبسوا مسوح، فهمهم يصوموا يصوموا الحيوانات، فهمهم لازم يبكوا أندم في التراب الرماد، فهم أيوب أن يندم في التراب الرماد. ففي حاجات لا يمكن حتى يوحنا المعمدان برضو، دي النقطة التانية، أنه هيفتح ذهن اللي الرعاه بيقولوا أنت مصدق أبونا يزقك؟ يزقني على إيه ده؟ أولا المفروض يزقني على المسيح، ثانيا بعد ما تزق على المسيح لازم يوم بيوم ودقيقة بدقيقة ساعة بساعة هو اللي يمكنني. أبونا هيمكنني يا ناس، أبونا هيمكنني. إله كل نعمة الذي دعاكم هو إلى مجد الله يثبتكم ويكملكم ويقويكم ويمكنكم. يوحنا المعمدان هيمكنني؟ فأنا نفترض كل الناس زي يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء، كل الناس كاملين، لكن هل هيكملني ويمكنني؟ هيكملني في المعلومة والفهم؟ مينفعش، الموضوع عمل روحي. فكل الطقوس والترتيبات ده من العهد القديم والذبائح للخطايا السلبية. يا رب المعلومة اللي أنا ربنا وصلها لي بعد سنين طويلة، كل الناس تعرف أن أنا كل الطقوس لأمور الجسد محتاجها جدا 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 جدا،
لكن ملهاش علاقة بالبناء الروحي تماما. البناء الموضوع في البناء، مش يزقني على السماء، هدف السماء فين؟ البناء نفسه اللي أبقى أنا أتحول لمسيح تاني. المسيح هو الفلك، فلك نجدنا عشان أدخل فيه وكده، هو ماشي كدوره نفسيا وعاطفيا وروحيا من ناحيته، لكن أنا اللي لازم أبنيه. دي اللي ضايعة. أبني يعني نوح بنى الفلك ليه؟ ضايعة. أيوة هو الفلك، بس لازم بجهادي اللي حتى الدم اللي بشبه جهاده هو وبقيادته هو وباستنارته هو، ويوم بيوم وساعة بساعة وثانية بثانية يمكنني في كل يوم وكل ساعة، وهو اللي هيقودني به ناحية ونتحرك، وهتحرك به لأنه هو الراس. لكن أنا اللي لازم أبنيه. دي اللي ضايعة. أبني يعني نوح بنى الفلك ليه؟ ضايعة. أيوة هو الفلك، بس لازم بجهادي اللي حتى الدم اللي بشبه جهاده هو وبقيادته هو وباستنارته هو، ويوم بيوم وساعة بساعة وثانية بثانية يمكنني في كل يوم وكل ساعة، وهو اللي هيقودني به ناحية ونتحرك، وهتحرك به لأنه هو الراس. لكن أنا اللي لازم أبنيه. دي اللي ضايعة. أبني يعني نوح بنى الفلك ليه؟ ضيعة. أيوة هو الفلك، بس لازم بجهادي اللي حتى الدم اللي بشبه جهاده هو وبقيادته هو وباستنارته هو، ويوم بيوم وساعة بساعة وثانية بثانية يمكنني في كل يوم وكل ساعة، وهو اللي هيقودني به ناحية ونتحرك، وهتحرك به لأن هو الراس. ما ينفعش يوحنا العمدان يبقى هو الراس، باباوات روما عايزين يبقوا الراس، راس يدخلني الملكوت، ما مش عايز أدخل. أنا مش عايز أدخل. فاللي هدفه يدخل الملكوت ويخاف من النار، بيل جيتس هيستغل خوفه ويديله ما عرفش إيه الحقنة، ولا مش عارف هيئة بتاع الصحة العالمية. ده إلا إحنا فيه ده. فين البناء نفسه؟ البناء نفسه لازم يكون بالراس، بقيادة روح الله يوم بيوم ساعة بساعة، ويمكنني هو ويفهمني. لكن يوحنا المعمدان مش هينفع يبقى راس، ومش هينفع تبقى القوة اللي هي بتحركني. القوة ما ينفعش يبقى الراس، ما ينفعش. لا الهدف دخول السماء، مع احترام لابونا اللي بيقول هيزقك على السماء، لا هدف السماء، ولا هينفع أصلا يوم بيوم وساعة بساعة أقدس واحد يكون راسي. فين البناء؟ فين البناء؟ لا يكلل أحد ألا يجاهد قانونيا. هجاهد إزاي قانونيا؟ فالوسيط لا يكون في واحد، وأنا الهدف ده كل ده في غلاطية 3، أنا الهدف أن أبقى واحد فيه. لو أعطي ناموس قادر على أن يحيي ترتيب أو نظام، لكان بالفعل البر بالناموس. الموضوع مش الموضوع بناء. الموضوع عايزني أبني المسيح نفسه. عشان أبني المسيح نفسه ده محتاج قيادة المسيح نفسه، قيادة روح الله، قيادة الراس. لأن يوحنا المعمدان ما ينفعش يبقى راسي، وما ينفعش يبقى القوة والقدرة إله كلنا. إله يبونا، أنت عايز الأب الكاهن يبقى هو الإله؟ مش هينفع. ما هو حتى بالفكر مش هينفع، بالمنطق مش هينفع. إله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجد الأبدي، هو في هدف عايزني فيه، في مجد عايزني فيه، أن أبقى أمتلئ كل ملء الله فأصل لإنسان كامل إلى قياس قامة من المسيح. إزاي؟ عن طريق طريق. إيه هو الطريق؟ قيادة روح الله. أولا بفتح الذهن. يوحنا المعمدان ما يقدرش يفتح ذهني، يعني حتى البداية أنا هو الباب. يوحنا المعمدان مش الباب، ومع احترام لحضرتك مش أنت الباب. أنت مصدق أبونا يزقك على السماء؟ ما هو من البداية أصلا، البداية في طريق أوله باب. يوحنا المعمدان هو الباب ده من البداية. يعني الموضوع من بدايته لنهايته أعظم مولد النساء. لا هو الباب ولا هو الطريق. ليه؟ لأن الموضوع كله الإنجيل بيحكي عن، والهدف اللي الله خلقنا عشانه، أن أنا أتلاشى ويظهر المسيح. إيه دخل يوحنا عدان غير أنه هو صوت؟ إيه دخل أخنوخ ونوح وأليشع وإلي النبي والعذراء ست الكل؟ إيه دخلهم؟ هو عبارة عن إيه؟
صوت. وإن كنت محتاج وسيط، وسيط للجسد إنه يتنقى ويتطهر واعترف ماشي واتناول واحضر، كل ده أنا محتاجه ولازم أحتاجه. ليه؟ لأن في جزء جسدي كل شوية بيخطئ، جزء جسدي بيضعف، وفي فهم أنا محتاجه. أيوة فهم، ممكن أسأل أنبا أنطونيوس طبعا، وأسأل كل واحد اختبر طبعا، وانظروا لنهاية سيرتهم وتمثلوا بيهم طبعا، وأشوف يوحنا عادان بيقول اخرجوا وانظروا أنظر له، لا يأكل ولا يشرب، لكن أعتقد وانخدع وتوهم أن يوحنا المعمدان مش أبونا، لا، يوحنا المعمدان هو الباب وهو النور وهو إله كل نعمة. لكن أعتقد وانخدع وتوهم أن يوحنا المعمدان مش أبونا، لا، يوحنا المعمدان هو الباب وهو النور وهو إله كل نعمة. لكن أعتقد وانخدع وتوهم أن يوحنا المعمدان مش أبونا، لا، يوحنا المعمدان هو الباب وهو النور وهو إله كل نعمة. من عشان أوصل للهدف، بناء الفلك عشان أوصل للهدف، إني أنا أحيا، لأنا أنا ما بقاش أنا عشان أوصل للهدف، أنا أبقى مسيح تاني، محتاج نور وحد يدفعني من الباب وقوة دائمة تحركني، قوة روح. فمين ده؟ يوحنا العمدان مش هينفع، ممكن يبقى صوت لكن نور لا. أنتم نور العالم بناء على الصوت، يعني كان قصده في أنتم نور العالم أنه أصوات أنوار في العتمة. موسى النبي كان نور في وسط الظلام، أيوه، هو إيليا النبي طبعا، يوحنا العمدان طبعا، وبولس الرسول طبعا، لكن نور مش راس بناء من الأول للآخر، لا، ده عمل روحي، بناء المسيح نفسه. أبونا هيبني المسيح، الهدف أبا أنا مسيح تاني، أبونا هيبني يوحنا العمدان هيبني المسيح، يوحنا المعمدان والعذراء هم بقيوا مسيح تاني أعضاء، لكن يخلقوا عضو تاني؟ يوحنا المعمدان والعذراء وإيليا وإليشع هم أعضاء، هل قدرتهم يبنوا عضو تاني؟ هل قدرتهم يخلقوا عضو؟ ده خلق يا ناس، ده خلق، الفكرة نفسها والنور وإله كل نعمة، هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، كل ده دور الله. الناس عايزة تاخد دور الله، باباوات روما عايزين ياخدوا دور الله. طب ماشي، وبعدين؟ ماشي، اقتنعت ناس، وبعدين؟ تضيع وقت، وحرام يضيع الوقت، وكل واحد برضو عايز يضيع وقت، طبعا دي حرية شخصية لكل واحد، عايز يضيع وقته عشان يرتاح نفسيا، نروح لابونا ونروح الدير علشان نروح، بس ايه الهدف واللي اتبنى؟ دي كل واحد بقى يسأل نفسه. فهو كل الناموس اللي بيتكلم عنه الكتاب، وخصوصا في غلاطية 2 و3 اللي هو أعمال الناموس، ان حاجات تخص الجسد، أشياء تخص الجسد، أفعال تخص الجسد، زي ما قال في عبرانيين 9 إلى وقت الإصلاح غسلات وحاجات كتيرة، أو زي ما قال في عبرانيين 6 نتقدم للكمال تاركين البداية. لا في بداية ولا نهاية في الطريق، ما فيهوش أي حاجة، كله على بعضه كده خلطبيطة. فالله هو أمس واليوم، هو البداية والنهاية. من البداية النور اللي هيخلق الذهن ويقنعني، يقنع مريم المصرية وموسى الأسود واللي تائهين في البرار أن يموت عن العالم، لأن العالم باطل، ده عمل روح الله، ده دور الروح. يوحنا عدن ما يقدرش يقنعني أن العالم باطل، يوحنا عدن ما يقدرش يفتح ذهني أن العالم باطل، يوحنا العمدان مش هيقدر يحط في ذهني الفكرة ان العالم باطل، مستحيل. ويوحنا العمدان مش هو إله كل نعمة، مش هو اللي هيمشي خطوة خطوة يوم بيوم، لأنه ده بناء الطريق، بناء المسيح الطريق، بناء. فهل أبونا أو أي راعي هيبني المسيح جوايا؟
هل أبونا يقدر يحط الفكرة لأهل نينوى أن يتوبوا إزاي كبداية حتى؟ وهل أبونا أو يوحنا المعمدان هيقدر يدخلني من الباب ويقدر يتوجد زي ما العذراء اتوجد فيها المسيح؟ هل أبونا أو يوحنا المعمدان هيدخل إيده هيبتدي يمط بقى الصوابع ويشد ويكبر؟ دي حياة يا ناس، دي حياة، ده روح، ده عالم روح، حياة روحية، بداية ولادة المسيح في أي إنسان، ثم من نموه الدائم المستمر ده عمل الله. بداية ولادة المسيح في أي إنسان، ثم من نموه الدائم المستمر ده عمل الله. بداية ولادة المسيح هو الطريق. هو إيه؟ أنا هو الطريق. يعني إيه المسيح يتوجد فيا بشرط أن أنا زي البذرة أدفن وأموت وأتلاشى؟ الفكرة تبقى من الله، ويوم بيوم إله كل نعمة. أنا محتاج إله كل نعمة، مش محتاج لكل كهنة العالم والتاريخ، ولا محتاج أنبياء العهد القديم غير أنه يبقى بس ينبهوني. لكن إله كل نعمة، أنا محتاج إله كل نعمة، أنا محتاج إله كل نسمعها على نفسنا كل يوم. أنا محتاج الله، محتاج الله إله كل نعمة يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. أنا محتاج إله كل نعمة الراس اللي هي تفهمني وتثبتني يوم بيوم وساعة بساعة، ومحتاج إيده اللي كل يوم ينمي المسيح جوايا. محتاج إيده عمل روحي، محدش يقدر يأتي إلى الآب حتى كبداية إلا بي. أنا هو الباب زي ما قال في إنجيل يوحنا إصحاح 10 إصحاح كامل، أنا الراعي الصالح، أنا الباب، محدش يقدر يدخل بيا. كل اللي أتوا قبل السراق واللصوص بالمقارنة به، زي ما قال في سفر أيوب إن السماء كلها، أيوب 15، كلها غير طهرة، وإلى ملائكته تنصب الحماقة. هظن إن الملاك هو الطريق، هظن إن الملاك هيزقنا على السماء، هظن إن القديسين، وإلى ملائكته تنصب الحماقة وكل قديسي لا يأتي منهم. نشطبها من الكتاب، نمسح، نلغي الحقيقة دي. حقيقة دي حقيقة، حتى لو مسحناها وقطعناها، لو قطعنا أيوب 15، فالملائكة تنسب الحماقة. فهل أظن أنه هو الطريق الملاك أو رئيس ملائكة أو القديسين كلهم أحذيتهم فوق رأسنا؟ بس إيه هو الطريق؟ الطريق أن أنا أتلاشى يوم بعد يوم، إنسان الخارجي يفنى يوم بعد يوم، أفنى والمسيح يوجد. إنسان خارجي يفنى، الداخل اللي هو المسيح يحيا يوم بعد يوم. إزاي؟ مين اللي هيعمل العملية الجراحية؟ مين اللي هيعمل العمل ده كله؟ مين اللي هيعمل الختان من البداية؟ ومين اليوم بعد يوم هيمكنني يكملكم ويثبتكم ويقويكم؟ كل واحد يسأل أبونا في الكنيسة، يقول له يا أبونا مين اللي هيكملني ويثبتني ويقويني ويمكنني؟ كل واحد يسأل الأسقف، كل واحد يسأل رئيس الدير، مين يا سيدنا اللي هيقويني ويمكنني ويثبتني ويمكن مين اللي هيكملني؟ إله كل نعمة الذي دعاكم لمجده هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. فدي ده اللي أنا أتمنى أن كل الناس، دي كلمة الله، تفتح وتفتش الكتب. لو كان زي ما أبونا داود بيقول لا الموضوع في الكنيسة الكتاب مع كل واحد، ما كانش ربنا قال فتشوا الكتب، فتشوا الكتب. الله اللي خلقنا قال لنا فتشوا الكتب، لأنكم تظنون يعني أنكم فيها حياة أبدا وهي تشهد. فتشوا، لو كان الله بعلمه وبحكمته عارف أنه لازم نعتمد على يوحنا المعمدان، ما ياريت ياريت. بس أولا يوحنا المعمدان مش في كل مكان، ثانيا حتى لو يوحنا المعمدان في كل أوضة وكل شقة وكل مكان، مش هو اللي هيكملني ويثبتني ويقويني ويمكنني، لأنه ده إله، ده عمل إلهي، ده دور إله. يخلق المسيح اللي فيا، أبونا يخلق المسيح اللي فيا، دوره أن ينمي المسيح اللي فيا. يوحنا عدن هينمي روح الله اللي فيا، ده الطريق، ده الطريق، مش يزقنا. الطريق مش دخول السماء، مع احترامي لأبونا داود، لما الطريق مش دخول السماء، الطريق مش دخول السماء، الطريق يا أبونا مش دخول السماء، دخولي مكان راحة. الطريق هو أنا أتلاشى. مش عارف أبونا داود إيه رأيه في الكلام ده. الطريق هو أنا أتلاشى وأفنى يوم بعد يوم، والمسيح ينمو، إنسان خارجي يفنى الداخل يتجدد يوم بعد يوم بعد يوم. ده الطريق.
الطريق اللي هو المسيح، أنا هو الطريق، طريق نموه، طريق ولادته وثم نموه. مين اللي يعمل العمل ده؟ الله بمساعدة الإنسان بالشروط أن يساعده في أنه هو اللي فهمه في توقفه عن عبادة جسده والعالم، أقمع جسدي واستعبده، اللي فهمه ينفذه، اللي فهمه وبرضه بنعمة الله وبقوة الله وبزقة الله. فهو ده الطريق، إله كل نعمة الذي دعاكم يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. هو اللي هيمكنني، ده عمل روحي، أنا أفنى ويشوفني ربنا أمين فيكبر المسيح فيا، يكبر يوم بعد يوم، يكبر يكبر هو يكبر. فين 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 دور أبونا؟ أنت مصدق أبونا يدخلك فين الطريق؟ هو فين أنت بتحكي عن حاجة تاني غير الطريق؟ أنت بتحكي عن أعمال الجسد، أنت بتحكي عن حد يساعدني في التنقية، أنا معاك. أنت بتحكي عن حاجات لها علاقة بالجسد، أنا معاك. يساعدني في قداس إن أنا أعترف وأتوب قدام حد، أنا معاك، وكله محتاجه. لكن مش ده الطريق. طريق التوبة سميه أي حاجة، لكن المسيح بس بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو الطريق والحق، أنا الحقيقة، أنا الحاجة الوحيدة. لأنه ممكن تتغفر كل خطياتي، خطيتي وخطاياي بتاعت من أول ما اتولد والمسيح ما يكونش اتولد. ممكن تتغفر كل خطاياي، آدم لما اتخلق ما كانش عنده خطية، إن فعلتم كل ما أمرتم به برضو عبيد بطلون. ممكن يبقى إيه اللي أنا استفدته؟ إيه اللي استفدته من حضرتك ومن كل الكهنة اللي في العالم والتاريخ؟ إيه اللي أنا استفدته؟ اتغفرت خطيتي معاك، ساعدتني فعلا، بس فين المسيح؟ جاوبني، فين المسيح اللي تنم نما اللي اتولد واللي نما فيا وبيت انا مش انا؟ فين فين؟ فين المسيح اللي فيا؟ فين المسيح اللي فيا اللي مفروض ينمو 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 بشرط ان انا افنى واله كل نعمة عن طريق اله كل نعمة ومحدش يقدر يأتي للآب، ومن البداية للنهاية هو البداية، انا هو البداية والنهاية. انت مصدق ابونا يزقك على السماء؟ ده الموضوع للجسد، لا ليه علاقة بالجسد. هيساعدني والجسد خلاص اتنقى وبقي صفر، وبعدين فين المسيح؟ فين المسيح اللي اصلا بدأ حتى واكتمل؟ إله كل نعمة، ده عن طريق إله كل نعمة، إله نعمة دايمة، أنا محتاج نعمة دايمة، نعمة نور دايمة. إله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأب يكملكم يثبتكم ويقويكم ويمكنكم، ده إله كل نعمة، عن طريق إله كل نعمة، ده عن طريق الله واهب كل نعمة كل يوم كل لحظة، عن طريق الله اللي هياخدني ويمشي بيا يوم بيوم، ساعة بساعة، دقيقة بدقيقة، عن طريق الله اللي بينمو جوايا. أنا أفنى على قد ما أقدر، على قد أمانتي، على قد جهادي، زي موسى الأسود ومريم مصرية فدوكسية بلاجية، المسيح بينمو فيا، هو الإله كل نعمة، أنا هو الطريق، محدش يقدر يأتي للأب إلا بي، من البداية للنهاية، أنا هو البداية والنهاية. ليس أحد يتبرر بالناموس، كل أعمال الناموس عند الله فضل، لأن البار بالإيمان. إن كانت الوراثة من الناموس أنا عايز أبقى وراثها، أبقى ابن هو. فلم تكن أيضا من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. هو الموضوع كله فيه، هو 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 الطريق كله والموضوع كله وإله كل نعمة كله، هو كل حاجة، هو كل شيء. أما الدور أعظم مواليد النساء صوت وقدوة، يوريني محتاج قدوة ونور، واتعلم منه، واتعلم من النملة، واتعلم من الأنبا مقار، واتعلم من الأنبا انطونيوس. بس بعد ما اتعلم، مين اللي هيبدأ معايا الطريق، ومين هو الطريق، وإيه هو الطريق؟ هيحط إيده جوايا زي ما عمل في العذراء، وابتدي يكبر المسيح، يكبر يولده يوجده، وابتدي يكبر يكبر طول ما أنا مدفون زي البذرة، هو عمل يكبر يكبر يكبر. ليه؟ بالنعمة. إزاي؟ ما هو طول ما أنا أمين، ما أنا في إنجيل مرقس صح 4 يشبه ملكوت السماوات إنسان ألقى بزار ويقوم ينام ويقوم وهو لا يعلم، هو لا يدري. ده عمل روحي هيعمله يوحنا العمدان أو أبونا؟
هيعمل ايه؟ هيخلق ابونا، هيخلق ده خلق. الطريق الروحي يا ابونا هو خلق المسيح فيا، ده خلق. الطريق الروحي يا ابونا هو خلق المسيح فيا. انت مصدق ابونا يدخل؟ ملهاش علاقه خالص بالسماء، ده هو خلق الله جوايا، يتولد زي ما حصل في العذراء ويكبر يكبر. ايه علاقه ابونا؟ ايه علاقه ابونا بالموضوع؟ ايه علاقه يوحنا المعمدان بالموضوع؟ ايه علاقه يوحنا المعمدان بالموضوع؟ ده هو بيجي لي يبشرني زي الملاك. امال الانجيل ده لمين؟ الانجيل ده بس يعني بتاع ايه؟ يعني قصه تاريخيه. اذا صار قصه تاريخيه. كنت بسال زمان ايه انجيل متى يجي في حلم ليوسف؟ ما حدش جاوب امام الله، ما حد جاوب. وايه الملاك يجي للعذراء في انجيل لوقا؟ ليه هنا في متى؟ انا فاكر كل الناس حتى ابونا متى المسكين قال لي يا ابني في شعوب، كل شعب. انا ما فهمتش في الاخر خالص حاجه، انا تهت. قلت له أنا النهاردة الله كان عارف أن أنا في الهند ولا أنا في أمريكا هيبعت لي الكتاب الطريق بتاعه، حكي لي إيه في الطريق؟ يعني هو كتب لي إيه وحكي لي إيه شرح لي إيه؟ وليه كل إنجيل مشروح بطريقة معينة؟ أنا مالي أنا بالشعوب يا بونا؟ أنا أعمل إيه لما أعرف أن الملاك جه ليوسف؟ قال لي هو بيحكي. قلت له يعني مش بيحكي ليا؟ دي اللي كانت يعني صدمة لي. ولما ظهر للعذراء أنا أعمل إيه؟ أنا أعمل إيه ليوسف وأنا أتحسب يوم القيامة؟ يعني بقول له أنا أعمل إيه لما ظهر ليوسف في حلم، ولما أنا أعمل إيه ولما ظهر الملاك للعذراء؟ ولما بقعد أسأل الأسئلة دي قال في حاجات أنا مش هعرف. ليه مش هتعرف؟ طب بسطها لي بعمل الروح القدس. طب حتى العنوان، ما في عناوين، مش يعني في عناوين، ما تقليش العنوان إن في مراحل لازم تعدي عليها، وكل مرحلة الله بيتعامل معاك بطريقة. وينمو في صورة الأسد في الأول بيفترس الحيوانات اللي فيك، وبعد كده مرقص الذبيحة لازم تعيش حياة موت. بعد كده إنجيل لوقا بترجع لصورة الإنسان، محدش قال لي العنوان حتى. أنا هو الطريق والحق والحياة، محدش يقدر يأتي إلى الآب إلا بي، ومحدش يقدر يأتي إلي إلا ما يكتسبه الآب. وسيصير الجميع متعلمين من الله. ايه قصده ربنا؟ فكل من سمع من الاب، مش من الابن. ما هو الابن كان زي بيلعب دور عشان اعمل زيه. ويا ما سالت كونوا كاملين كما ان الاب، ليه ما قالش كما ان الابن؟ برضه ما حدش جاوبني. ابونا ما انت مسكين برضه ما جاوبنيش. ليه ما قالش كما ان الابن؟ ما فيش اجابه عمليه او مقنعه حتى. فأنا الطريق وأنا الراعي وأنا الباب، وكل القديسين نتعلم منهم زي الأنبا مقار. لكن مش هي إله كل نعمة، مش هو إله كل نعمة. أبونا داود خلى نفسه أو خلى كل كاهن إله كل نعمة، أو هو مصدر كل نعمة، أو هو الهدف. ما أنا لما ألغي كل حاجة في دماغي، هو ده الكلام اللي لغاية يوم القيامة هنعيد ونزيد فيه. انت مصدق يبقى تلغي كل حاجة في دماغك وهو ده بس اللي يبقى في دماغك، وقول وراي ابويا قال. حتى لو قال لك اعمل ايه، طيب فين الطريق؟ ايه اللي اتبنى؟ ايه اللي اتغير؟ كل ده عشان تدخلني السماء؟ مش عايز ادخل السماء. كل ده عشان مروحش الجحيم؟ مش ده الموضوع، مش ده الطريق. الطريق ان انا افنى والمسيح يتولد فيا. ازاي؟ عن طريق اله كل نعمة. فغفران الخطية مش هو الطريق اللي استغلته بابوات روما
وإن كان ممكن حد يساعدني آه، لكن ورانا في أهل نينوى ما حد ساعدهم. يعني غفران الخطية وكل الترتيبات اللي ليها علاقة بالجسد، وإني أتحرر من الخطية والغفران والخطية اللي أنا عملتها، إن حد يساعدني في التوبة. أيوة بيستخدم ناس مغفورة لك خطاياك صحيح، وقال لهم إن غفرتم لكم لهم خطاياهم غفرت لهم صحيح، لكن ورانا في أهل نينوى هو بنفسه اللي أخذ خطيتهم، وهو اللي بنفسه اللي كان الكاهن بطريقة مباشرة من غير وسيط، ورانا بنفسه. لكن حتى لو هنمشي في الجزء ده اللي ورانا ان اهل نينوى محتاجوش لراعي يساعدهم في غفران خطية، محتاجش يوحنا المعمدان، لكن نمشي في الجزئية بتاعت انا محتاج وسيط بشري لغفران الخطية. ايوة في الامور السلبية محتاج وسيط بشري في, 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 في اني اتحرر من كل ضعفاتي في الامور السلبية. ايوة، لكن هل ده الطريق؟ السؤال، هل ده الطريق؟ ايه هو الطريق؟ المسيح بيقول انا هو الطريق، من ناحية انه بيساعدني لانه هو اله كل نعمة، ومن ناحية انه هو الصورة النهائية اللي عايزني ابقى انا فيها واكون انا احيا، لانا ما بقاش انا ابقى هو. ده الطريق اللي تحولي من انسان حيواني يدفن الجسد الحيواني ليقام جسم روحاني. ده الطريق، ده اللي في كورنثوس الأولى صح 15 اللي هو البولس بتاع ليلة عيد القيامة، إن إزاي أتحول من طبيعة حيوانية وراني في العهد القديم، في عهد قديمي أنا إنها تتذبح كل يوم، تتذبح كل يوم، تتذبح بمساعدة الكاهن أمين، وبمساعدة يوحنا المعمدان أو حتى هارون أمين، بمساعدة أي كاهن في الدنيا. وزي ما قالوا لنا في مدرسة الأحد ده، أول ما يدخل الكاهن الكنيسة مهما كانت خطاياه الملاك بيربط إيده أمين. بس ده لبناء المسيح ولا الغفران خطيتي؟ كله اختلط الأمر، كله دخل في كله، ده الغفران خطيتي. لكن البناء ممكن أخد إرشاد أمين، ممكن أسمع اختبار أم بنطونيوس أم بابولا وأم بمقار أيوة، وأتعلم من النملة وأنظر لنهاية سيرتهم أيوة. لكن الفعلي، البناء الفعلي، الطريق هو البناء الفعلي. انت مصدق ابونا يدخلك على السماء، هل ده البناء الفعلي؟ هل ده الطريق؟ هل ده البناء الفعلي؟ هل ده الهدف اللي الله خلقني عشانه، ولا خلقني عشان ابقى تلك الصورة عينها وتغير لتلك الصورة عينها وتحول لتلك الصورة عينها عن طريق ايه؟ فنائي. يساعدني الانبا انطونيوس ايوه، ويساعدني الانبا مقار ايوه، في ايه؟ يساعدني يوحنا المعمدان، يساعدني ابونا داود ايوه، في ايه؟ في الأمور السلبية إزاي أتحرر منها؟ بافتراض اللي قدامي مختبر، أنا بافترض اللي قدامي أنبا أنطونيوس أو الأنبا مقار اللي هم نفسهم كمان اتصدموا لما شافوا ماكسيموس وديماديوس. ما احنا بنحكي كل حاجة، بنشرح كل شيء، بافتراض أنه هو يوحنا المعمدان. خلينا في يوحنا المعمدان، هيساعدني في غفران خطية أيوة، توبوا قد وكانوا يعترفون إليه أيوة، يأتون إليه معترفين بخطيهم رائع. ده البناء؟ هل ده البناء؟ هل ده الطريق والبناء؟ هل ده الهدف والطريق للوصول للهدف اللي هو البناء؟ كانوا يأتون إليه معترفين بخطاياهم، هل ده البناء والهدف اللي خلق آدم من أجله؟ ليه نذكر الأوليات عشان نفهم الحكاية من البداية؟ آدم خلقه ليه؟ لو جاب يوحنا المعمدان كان هيساعد آدم في إيه؟ لو جاب أبونا داود في وقت خلق آدم كان هيساعد آدم في إيه؟ لو جاب موسى، لو جاب هارون كان هيساعد آدم في إيه؟ لو جاب إيليا وإليشع والعذراء في اللحظة اللي اتخلق فيها آدم، نفترض نفوس اتخلقت بنفس القامات، كانت هتساعد آدم في إيه؟ في اختبارها وإزاي تصلي ماشي، في إزاي تهرب وتطيع الله أمين صح، لكن بعد كده ايه هو الباب وايه هو الطريق والصورة نفسها محتاجة ايه؟ احنا مش فاهمين الصورة، مش فاهمين البناء نفسه اللي محتاجه الانسان. محتاج ادم يتحول لكيان روحي،
يدفن الجسد الحيواني ازاي بعدم طاعته يوم بعد يوم بعد يوم بعد شهر بعد سنة وطريق طويل طول ما هو بيتغير من الطبيعة الحيوانية للروحية حتى هو في السفر يبدأ يعتمد. ودي العبارة الأول للتعليم علمه لي المسيح بنفسه لما قال لي تبدأ تتغير طبيعتك باعتمادك بدل ما اعتمادك على الأكل والناس أكون أنا حياتك يا ابني تعتمد علي زي ما في السماء تتغير لطبيعة معتمد علي تتغير لطبيعة عضويتك فيا انك تحيا وتتحرك بيا واكون انا راسك وتكون كيان روحاني وعالم تاني خالص. ازاي؟ بولادتك فيا ولادتي فيك او ولادتك فيا عضويتك فيا في بدايه يا ابني ليها بدايه الباب انك تجيلي زي ما انا بعت للعذراء وفهمت واقتنعت وبدات تحبل بالمسيح تجيلي وتنتظرني وأبدأ أعمل فيك بعد ما تفهم في نور في احتياج لأنبا أنطونيوس أمين يساعدني في غفران خطية ويوحنا عدان أمين احتياج لأي أب كاهن هو وداخل الكنيسة الملاك بيربطه أمين صح في الأمور السلبية بس يكون مختبر يعني معلش بس يعني حتى لو مش مختبر خالص ماشي هعترف بيه لكن وأنا بعترف بالأمور السلبية في حاجة اتبنت إيه اللي اتبنى؟ ما دي العالم كله في الملايين في الكنائس كل يوم إيه اللي اتبنى؟ في القديسين طبعا ودي مش محتاجين نتناقش فيها بس كم واحد وليه مش الكل؟ لأن مش الكل فاهم بابا واترما مش عايزين الناس تفهم عايزة تبيع السماء بسكو غفران وكده مش ده موضوعنا ربنا يكون مع الكل الوقت اللي عايز يفهم يعني ايه كونوا كاملين والهدف ويعني ايه تلك الصورة عينها وايه هو الطريق يعرف ان هو الطريق تحولي من حيوان من طبيعة حيوانية في الشكل انسان لكن هو حيوان يدفن الجسد الكتاب قال كده يدفن الجسد الحيواني ده الطريق تحولي من طبيعة حيوانية مش منقادة من الروح صرنا حسب ظهر هذا العالم حسب ظهر ورئيس سلطان الهوى الروح الذي يعمل في أبناء المعصية كنا بنحيا ونتحرك ونوجد هو اللي الراس بيحركنا طمع وكذب وشبع ونأكل من التراب وترابا تأكلين والفلوس هو حياتنا والأكل واللحمة والطعمية السخنة كان ده حياتنا كان ده شبعنا والحياة هي ذاتي وتتغذى ذاتي وتتعمل فيسبوك عشان واحد يديني لايك وي 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 ادي كانت الحياة التحول لحياة ان هو المسيح يكون الحياة احيا وتحرك اعيش كما في السماء ابقى عضو فيه احيا وتحرك اله كل نعمة بقى لو ركعت له ورحت له هيفتح ذهني زي ما فتح ذهن اهل نينوى ويبتدي يقودهم بالتدريج يوم بعد يوم بتوقفي هو ده بيت القصيد هو ده المفتاح توقفي بفهمي عن عبادة جسدي وذاتي والناس يعني ما هو عبادة إلى تحولت إلى عبادة الله وإن يكون هو الله الرأس أيوة هظل فترة زي رومية 7 لست أعرف ما أنا أفعله لا نقاش لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه لا نقاش بس يوم بعد يوم يفنى يبطل 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 بقيادة روح الله وبنمو جوايا ده الطريق ده الطريق اختار لي الله زي أهل نينوى هو يبكتني ما احتاجش الهارون ولا الموسى ولا يوحنا العدان أمين يا رب النقطة توضح شاف لي زي مريم المصرية في البداية راحت لأب كاهن تعترف أمين شاف لي ان زي شاول الطرسوسي اروح لحنانيا ويشيل امين شاف لي لا زي اخنوخ صار اخنوخ مع الله من الاول للاخر امين ايه اللي احنا بنعمله ده كله في كهنوت ما فيش كهنوت في كهنوت وضربوا بعض والبروستانت وكله ضرب بعضه جوه الارثوذكسيه ابونا مات المسكين مع البابا شنوده خناقات وقربوا يضربوا بعض 50 سنة ليه كل ده لو الراس واحده بالله على الكل وعلى العالم لو الراس واحدة لو القيادة واحدة يا ناس لو الراس واحدة والقيادة واحدة والإله واحد كان حصل كل ده وحصل انشقاقات وطوائف وجوه الطائفة وضربه وجوه الدير وجوه البيت استغلت الرعاة ان من الناس مش فاهمة ايه هو الطريق ايه هو الهدف الله خلق آدم ليه
عشان لما أبونا يجيله وفي ملاك يربط إيده، أيوة خلقه ليه؟ خلقه ليه؟ خلقه ليه؟ الله خلق آدم ليه؟ شوف العصفورة القداس، هنشوف كل العصافير، خلق آدم ليه؟ السؤال ده سألته الكهنة، قالوا لي يعني أنت عايز إيه؟ قلت لهم أبدا، هو بقى كله مضحوك عليه، فيلا الله خلق آدم ليه؟ مين هم اللي تائهين في البراري والكفار؟ ليه أخرجوا الروح للبرية؟ مين أبى اعتراف المسيح ويوحنا العمدان وبولس الرسول؟ ما فيش حاجة غلط، أبى اعترافي هو كوكب البرية أم بطرس، أو رحت ليوحنا العمدان معترف بخطيئتي، خطيئتي فين الطريق؟ الله خلق آدم ليه؟ مش نفهم الشباك من المبنى والباب من المبنى والمسمار، مش نفهم المبنى كله مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء، مش أفهم كل البناء؟ ما هو ما لو فهمت كل البناء بابا واتروما هياكلوا منين؟ لو فهمت أن أهلي نوى ورّلهم يعني النبي وصل لغاية عندهم بس ما طلبش منه الله يحكي يشرح يعلم ياخد الاعتراف، لو فهمنا ان اخ نخسر مع الله، طب هم الوقت هيطلعوا هيبقى من غير حمص؟ طب وبعدين يعني سيبنا من الحمص واللب الوقتي، الله خلق الانسان ليه؟ لو اي انسان طلب الله يكشف له ويحكي له الحكاية كلها، يا رب يكون الموضوع واضح، الله خلق الإنسان يحيا ويتحرك ويوجد بيه ويبقى زي عضو فيه، بس كان لازم يحط روحه في جسده عشان يمتحنه بالجسد، يختار يعيش حسب الجسد، يختار يعبد مين؟ حواء ولا ست حواء ولا حماته ولا خالته، يختار يعبد مين؟ ويختار الكيان اللي عايز يستوطن فيه يكون إيه؟ جسدي لحمي روحي، يكون الله راسه، كان لازم يحطه في جسد ينتمي للتراب العالم علشان يمتحنه، لازم يمتحنه. أدي الحكاية من البداية للنهاية. ولما الناس زاغت بعت لها واحد بس ما يكونش هو راسي، بعت لها موسى بس الغلطة أن أنا أخليه هو راسي، بعت لها هارون، بعت لنا يوحنا عدن، اعترفنا بخطايانا بس يكون هو راسي. هغلط غلطة التلاميذ يوحنا العمدان ويوحنا الحبيب، رأينا أناس يخرجون شياطين باسمك منعناهم، ليه يا حلو؟ ليه يا حلو؟ ليه يا أمور؟ منعته ليه يا حلو؟ هو كان سنه 16 سنة، التاريخ بيقول يوحنا الحبيب يعني صبي، وتلاميذ يوحنا يا معلم الذي انت شهدت لي أيوة طب إيه في إيه؟ ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص، هو العريس بس. الخلاصة الخلاصة كلمة بناء هو لها علاقة بالروح. الخلاصة حتى لو ما قالوها شرعات الأرض في كل الأزمنة، البناء هو البناء الروحي. كلمة بناء تعني شيء يبنى روحيا، أما غفران الخطية هو لغي السلبيات، أمور خاصة بالجسد، أمور خاصة بالإنسان العتيق، الخطية، التوبة، الأعمال الميتة. عبرانيين، نفتح عبرانيين 6 نفهم، ونفهم عبرانيين كله لغاية 9 إن في قدس وفي قدس أقداس، كل شيء ليه علاقة بالجسد والإنسان العتيق ولغي السلبيات وذبيحة ومعمودية، وكل ده أمور خاصة بالجسد مش بالبناء، أمور خاصة بالإنسان العتيق مش بالبناء. كلمة بناء تطلق على الروح فقط، بناء روحي مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء. البناء هو بناء المسيح، بناء المسيح. كل الترتيبات والقداسات محتاجينها ليه؟ لأني أنا في جسد محتاج تنقية ومحتاج معمودية، وإن أعيش المعمودية وأطلع البرية، وعلشان محتاج تنقية وغفران خطية مستمر وحذر، كل ده أمور لها علاقة بالجسد لا يطلق عليها بناء. كون إننا عشنا ومتنا مش عارفة أفرق بين لغي السلبيات والتنقية والتطهير والاعتراف والتوبة
ولا أميز بين الأمور دي كلها اللي هو خاصة بالإنسان العتيق وبالبناء، ده مش عذر. البناء كلمة تطلق على الأمور الروحية، كلمة تطلق على البناء الروحي، كلمة تطلق على المسيح. البناء هو بناء المسيح فقط، الطريق هو المسيح، وزي أبني المسيح فيه بطريق جهاد طويل بيتبني فيه المسيح، فيما أنا ماشي الطريق اللي أتبني فيه المسيح، زي ما كل القديسين اللي سمعنا عنهم في التاريخ اللي اتبنوا روحيا بناء روحي بناء المسيح، في يوم هم ماشيين كانوا محتاجين تنقية، أيوة كانوا محتاجين اعتراف، أيوة، أو ناس تانية زي أهلي هنا ومحتاجوش، ده موضوع تاني وتالت ورابع. لكن نفترض أنا محتاج راعي، محتاج أم بنطنيوس، محتاج أم بولا، محتاج أبونا داود لمعي، محتاج البابا شنودة، محتاج علشان الأمور السلبية، علشان الأمور اللي لها علاقة بالخطية وتنقية ورفع الخطية والاعتراف بالخطية، كل دي أمور لا تطلق عليها بناء. كون أن الرعاة قالوا أو ما قالوش، عرفوا أو ما عرفوش، اعترفوا أو ما اعترفوش، أفصحوا أو لم يفصحوا، ده مش عذر ومش هيغير في الحقيقة. نفتح الكتاب بيقول فتشوا الكتب. لو كان كلام أبونا داود لمعي، مع احترامي لي ومع احترام كل الناس، أن الموضوع الكتاب مش هو المنهج الأساسي والمصدر الأساسي، ما كانش قال الله الخالق فتشوا الكتب. لو كان كلامه صح مع احترامي للكل، ما كانش قال فتشوا الكتب، ما كانش قال فتشوا الكتب، وما كانش تقال عن المسيح مع تلاميذه فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. الكتاب مش تاريخ. حياة المسيح ولادته، ظهور الملاك ليوسف النجار في الحلم أو العذراء مش تاريخ. صلب المسيح وموته ومعجزاته وقيامته وصعوده مش تاريخ. عدم معرفتي كده مش عذر. فقط عيشه كما يحق الإنجيل، فقط عيشه. والبناء في الحياة الإنجيل وهدف الإنجيل، البناء هو بناء الروح، بناء المسيح، بناء روحي. كلمة لها علاقة بالمسيح بس، بالأمور الروحية، بالحياة الروحية، ببناء المسيح. كلمة بناء لها علاقة بالأمور الروحية بس. أما القدسات والاعترافات والكهنة والوسيط، أنا محتاج لهم بس أمور لها علاقة بالجسد والأمور السلبية، لها علاقة بالروح بطريقة بس بطريقة غير مباشرة. يوحنا العمدان هيساعدني في البناء، أو الأنبا طنيوس بس بطريقة غير مباشرة. إزاي؟ يفهمني عن طريق صوت، يشرح لي، يقول لي اختباره عن طريق صوت. انظروا لنهاية سيرتهم، هنظر واتعلم من الصوت ومن تعليمه، أيوة، واتعلم من النملة، كلمة الله اللي خلقني قال لي كده. لكن البناء مبنيين، البناء كلمة تطلق على الأمور الروحية، كلمة تطلق على المسيح، كلمة تطلق على بس الروح. ده قيادة الله الروح، إله كل نعمة، إله كل نعمة. يوحنا المعمدان مش إله ولا مصدر كل نعمة. يوحنا المعمدان، بابا وات روما، البابا شنودة الثالث، البابا كلوروس، أبونا داود لمعي، أبونا أرمية، أي أب كاهن، أنبا أنطونيوس، أنبا بولا، أنبا مقار، مش بناء. ممكن يساعدني لكن مبنيين على أساس الرسل يسوع المسيح نفسه، حجر الزاوية الذي فيه كل البناء. فإله كل نعمة، هو مش إله كل نعمة يوحنا المعمدان، إله كل نعمة مش هو الأنبا أنطونيوس وأنبا بولا ولا لا، إله كل نعمة الذي دعاكم هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. إله كل نعمة هو العامل فيكم أولا أن تريدوا من البداية، وممكن من البداية والنهاية، زي أخنوخ ونوح وأهل نينوى وأشعيا وأرمية وناس كتيرة، وبولس الرسول اللي قال لم أستشر لحمة ودم، ممكن يعاملني، يتعامل معي بطريقة مباشرة ويجيلي زي ما راح للسامرية، ممكن يبعت لي موسى النبي، ممكن يبعت لي هارون اللي قال على الناس عريانة وعمل لهم عجل، ممكن. بدون النور مش هفهم كل الأمور، ومش هفرق بين أخنوخ ولا موسى ولا إيليا ولا هارون ولا بولس، مش عارف أفرق بين شاول ولا صمويل، مش عارف أفرق بين عيسو ولا يعقوب، مش عارف أفرق بين قايين وهابيل، مش عارف أفرق أي حاجة. بدون الروح هبقى أعمى ومجنون وأخرس، بدون الروح مش هتتم أي شيء. وأعتقد الروح هو مش يوحنا المعمدان ولا أبونا داود لما، الروح
عمل الروح مبنيين بالروح. الروح هو الذي يفحص كل شيء والله روح زي ما قال السامرية والذين يريدون أن يسجدوا له فبالروح والحق، لأن الأب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، فالبناء والطريق كل أمور روحية، يستخدم يوحنا العدان أو ما يستخدمش، يستخدم بولس الرسول أو ما يستخدمش، دي حسب حكمته. لكن البناء كلمة تطلق على المسيح، على الطريق الروحي، على البناء الروحي، على الهدف اللي الله خلقني عشانه، إن أنا أفنى وأستبدل بكيان روحي، أفنى وأحيا، لأنا ما بقاش أنا، أكون أنا مش أنا، ده بناء روحي من إله كل نعمة عن طريق النعمة، هو العامل فينا من البداية للنهاية، هو ده عمل روحي، عمل الله إزاي يكوني يخليني عضو فيه، يخليني أحيا وتحرك وأوجد بيه، ده عمل روحي، ده كيان روحي، ده بناء روحي. لكن لما يجي حد يقول لي أنت مصدق أبونا يدخلك على السماء، فينه ده من الإعراب ومن الموضوع؟ بالله على الكل، بالله على الكل، فينه ده من الإعراب؟ أنت مصدق أبونا يدخلك السماء؟ فين البناء؟ فين البناء الروحي؟ فين مبنيين على أساس الرسل؟ فين الباب وفين الطريق؟ وفين القيامة وفين الصعود وفين الصلب مع المسيح صلب؟ فين الموضوع كله؟ مع احترامي للكل، كل واحد ليه مطلق الحرية، يقبل ما يقبلش، يفهم ما يقفل، يطلب ما يطلبش، يمشي ما يمشيش، يجاهد ما يجاهدش، ده ليه مطلق الحرية، يعمل اللي هو عايزه. بس أنا بقول اللي المسيح علمهولي، والقديس بولس قال إن لا أتجاسر أنا أتكلم عن شيء إلا ما فعل الرب. أنا أي إنسان هيتحاسب، كل الناس هتتحاسب في يوم حساب، إنسان ربنا طلب منه يمشي طريق ويقول يقول، ما طلبش منه ما يقولش، وفي يوم حساب في الآخر، وفي بعد كده حكمة ربنا عطاها لكل إنسان، وعقل يسأل، يسأل، يركع، يدخل مخدعه ويطلب، يقول له يا رب هو إيه الهدف وإيه البناء؟ وفعلا هو الهدف أبونا يدخلني، أنت خلقني أدخل، خلق آدم ليه يا رب؟ وإيه البناء اللي بتتكلم عنه؟ وإيه هو اللي هو فتح ذهنهم؟ هو الفتح الذهن عن طريقك أنت بس، وإنت إله كل نعمة، أنت مصدر النعمة فعلا، أنت اللي هتكملنا بجد وتقوينا وتمكننا فعلا، انت اللي هتعمل كل شيء. رحت للسامرية يعني فعلا تجيلي، تجيلي بجد، اهلي نينوى بكتهم، انت اللي بكتهم، صار اخنوخ مع الله فعلا، كان في الروح القدس عشان قالوا لنا في مدرسة الاحد الروح القدس في العهد الجديد، فهل انت فعلا اللي مشيت اخنوخ؟ ما كانش في ابونا، ما كانش في راعي، ما كانش في ذبيحة، ما كانش في ترتيب او ناموس او اي حاجة. ايه رب الحقيقة خلقتنا ليه وازاي اوصل؟ قل لنا انت قبل فوات الاوان. آخر حاجة، آخر نقطة، نفتكر كلام المسيح، إلهنا اللي قال فتشوا الكتب، هو قال فتشوا الكتب، إلهنا اللي خلقنا، وفي ناس تانية عايزين الناس تطيعها، في ناس تانية عايزين العالم يعبدها، ولو اتكلم يبقى مناقض للكنيسة، لأنه هو شايف نفسه كنيسة. لما المسيح جاله الشاب الغني قال له يا سيد ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ المسيح قال له إيه؟ مش يوحنا المعمدان ولا موسى النبي ولا هارون أول الكهنة؟ المسيح قال له إيه؟ إلهنا قال له إيه؟ قال له يا سيد ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ إلهنا قال له إيه؟ الله نفسه ما قالوش الكلمة اللي أقولها لك تبقى أنت بتقول لأ ليه؟ الله ما قالوش أنت بتقول لأ ليه؟ بتقول لأ يبقى مش مصدق، لو قلت كم مرة لأ، ما قالوش فلسفة أرضية عالمية، الله اللي ليه الحق هو المنطق هو اللوغوس، قال له إيه؟ يا معلم، أيها المعلم الصالح، قال له لماذا تدعونني صالح؟ إيه ده؟ ده باباوات روما لابسين حلل فوق راسهم وقتلوا البروستانت وسقوا غفران، ده كانوا لابسين معرفش ايه، كانوا لابسين مع إيه. ولغاية النهاردة لو قلت كم مرة لأ هتهلك،
احفظ اللي بقوله وتلغي كل حاجة في دماغي. إلهنا قال له إيه؟ قال له لماذا تطعنني صالح؟ يا لهوي، المسيح قال للشاب الغني لماذا تدعونني صالح؟ يا لهوي، ده احنا نقعد نقول يا لهوي نركز فيها ونلطم 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 ونقعد نقرأ فيها ونسمع فيها ونقعد نلطم لماذا تدعونني صالحا. لما نقارنها برجال العالم وأهل العالم، لما نقارنها باللي ماسكين رتب في العالم الباطل، الكلمة اللي أقولها تبقى سيف على لما أبصلك، بس أبصلك تترعب، أبصلك تترعب. ده أسقف مشهور في مصر، والأرثوذكسية هي أنك تحط وشك في قفل اللي قدام. الله قال إيه؟ المسيح قال إيه؟ لماذا تدعونني صالحا؟ ده البداية. يعني إيه ده؟ لأن هي أصلا مملكة حب. يا بونا يا أبانا، هي مملكة حب مش مملكة استعباد. يا ناس يا ناس، بيقول فتشوا الكتب أيها المعلم الصالح ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية. قال له لماذا تطعنني صالح؟ يا لهوي، ليس صالح إلا وراجل بشنب ودقن عادي. أنت مفروض تترعب لما أبصلك تترعب. ومش ده الغريب، الشعب ساكت 30-50 مليون ساكت. لماذا تدعونني صالح؟ ليس صالح إلا الله. إيه ده؟ فربنا ابتدي يمشي معاه، قال له لا تقتل، قال له كلها أحفظتها منذ حداثتي. فين الكهنوت في الموضوع؟ ما هو احنا بنتكلم النهاردة على البناء الروحي والإيجابي، البناء الإيجابي والأشياء السلبية. الأشياء السلبية رتب هارون وموسى، رتب يوحنا عدن، رتب. بس بعد كده بيقول لنا تقدم للكمال تاركين البداية. يجي حد يقول لنا نستمر في دائرة البداية، دائرة نعيش في البداية ونموت في البداية، والكلمة اللي أقولها تبقى وتلغي كل حاجة في دماغي. وهو ده بس أبويا قال، حتى لو نعيش ونموت نعيش ونموت نعيش ونموت في البداية، نسمع لمين الوقتي؟ بالله علي على اي انسان نسمع لمين؟ واحد بيقول لنا كل كلمه بقولها لك سفره، ولا نسمع لالهنا؟ يا ناس، مين هو الهنا؟ ان كان الله هو الله، مين الله؟ البابا شنوده هو الله على العين والراس، يوحنا المعمدان على العين والراس، ام بنطونيوس على العين والراس، مين الله؟ لكن مين الله؟ مين هو الله؟ ان كان الله هو الله فعلا. طب الله قال ايه؟ قال ليس احد صالح الا الله. يا لهوي، معقولة يا رب؟ ده احنا دينونتنا رهيبة رهيبة للمستمع والمتكلم، دينونتنا رهيبة. لماذا تدعونني صالح؟ لا تقتل، لا تقل، حفظتها. قال له يعوزك شيئا واحدا، ها، احضر القداس، ترتيب، كسر خبز، بيع كل مالك وتعالى اتبعني. بيقول فتشوا الكتب، إلهنا بيقول فتشوا الكتب. قدامنا واحد زي أخنوخ، ناس كتيرة جدا اتحججوا، قالوا لي أصل ده قبل وقبل 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 الوصية وقبل الكهنوت. طيب دانيال كان عايش إزاي؟ يوحنا المعمدان. قدامنا واحد زي أيوب بعد، أو بعد ما انتشر، لأن في التاريخ بيقولوا قبل إبراهيم، بعد ما انتشر أن في ذبيحة، وبعد ما انتشرت يعني شيء بقي متعارف عليه يتقدم ذبيحة، كان بيقدم ذبيحة. أيوب كان بيقدم ذبيحة، وكان بيقدم ذبيحة على أولاده وهم نايمين. كان رد فعله إيه لما جت التجربة؟ وكانت علاقته بالله وعمقها شكله إيه لما جت التجربة؟ لما ربنا نبش لنا فيه في حياته، وهو طبعا قديس عظيم. بس مقارنة بدانيال النبي يوحنا المعمدان، مقارنة، وكان بيقدم ذبيحة، كان بيقدم ذبيحة ولأولاده. يوحنا المعمدان ما كانش بيقدم، ما سمعناش انه ارتفع على مرتفعة، لانه هو خارج الزمن، بره، فوق فوق، طلع بره الزمن زي سارة اخنوخ مع الله. لو أعطي ناموس قادر على أن يحيي، كان كل اللي مارس طقس بقي قديس، وكان الموضوع إذن مش بناء روحي،
ده غير ان ده ازاي مش واصل للناس. ده امور سلبيه، امور لها علاقه بالخطيه والسلبيات مش بناء. كل الذبائح وكل الترتيبات والقداس، لو كان القداس هو بناء كان كل اللي حضروا قداسات من صغرهم لكبروا لغايه لما كبروا بقوا قديسين، وده ما حصلش. والمسيح ما قالش كده. خلينا، في ناس قالوا لي انت فاهم غلط، قلت لهم كويس، من الانجيل، من الانجيل ماذا افعل؟ الشاب الغني قال له ماذا افعل؟ ايه اللي قاله المسيح واللي عاشه؟ وهو في ايه تاني اكتر؟ برضه في ناس قالوا لي انت مش فاهم، قلت لهم يا حستي المسيح عاش ازاي وقال ايه؟ برضه مش فاهم اللي يقوله البابا شنو ده هو الصح، ده معناه ايه؟ واحد قال لي كده، يعني في واحد راهب رهبان بصراحه قالوا لي لا اللي يقوله البابا شنو، قلت لهم طب والهنا قال ايه وعاش ازاي؟ لا في صام غريب. وكل اللي احنا بنعمل لهم زوكسولوجية، يعني تمجيد، عشان في ناس في الطوائف وبلاد تانية مش فاهم يعني تمجيد ماكسيموس وديمتريوس أمبانتون، وكل اللي بنعمل لهم تمجيد ما كانوش بيحضر أمبابولا، ما حضرش قداس. أبا كراس كان بيظهر له المسيح كل يوم على مدار 60 سنة، ما حضرش قداس. وأمبا نوفر الساحة وأمبا بيجيمس أول اللي مكتوب عنهم تائهين في البراري، عاشوا ازاي ويسوع الإنسان عاش ازاي وقال ايه؟ فيبقى كلام الإنجيل وحياة المسيح وحياة القديسين لا شيء بالنسبة لراجل بشنب ودقن قال كلام أو كان لي رتبة. مين أقوى؟ مين الموثوق كلامه؟ موثوق مين الكلام قانوني؟ مين الكلام اللي المفروض يبقى قانوني؟ شخص حتى لو قديس، حتى لو قديس الأنبا أنطونيوس قال كلام الأنبا أنطونيوس، بعدين حد يفتكر المتحامل كلام البابا كلوروس أو الأنبا أنطونيوس أو الأنبا مار، كلهم قديسين فعلا، لكن مين كلامه قانون؟ الأنبا أنطونيوس ولا كلام المسيح وحياته؟ مين كلامه قانون؟ مش أبونا داود لمعي اللي في كليوباترا في مصر الجديدة، لا. بعدين حد برضو ما الإيجابية يعني السلبية غطت على الإيجابية، بعدين كلامه يبقى متحامل. مين كلامه قانون؟ أنبا مقار العظيم وأنبا أنطونيوس ولا السيد المسيح؟ مين كلامه يعتبر قانون ومين حياته هو القانون؟ أشوف الأنبا أنطونيوس عمل إيه؟ قديس عظيم. ولا أشوف المسيح قال إيه وعاش إيه؟ بس أنا عايز حد يجاوبني، بروتستانتي، إنجيلي، إخوة بلاميس، أي حد، كاثوليكي، أرثوذكس، عايز حد يجاوبني مين اللي كلامه قانون؟ مفروض يبقى قانون، فلنسلك ذلك القانون عينه. كلام أبونا داود لمعي يعتبر هو القانون مع احترامي لأبونا داود لمعي؟ مين اللي مفروض يبقى قانون؟ كلام أبونا داود لمعي؟ كلام أبونا بولس؟ كلام البابا شنودة؟ كلام البابا كلوروس؟ كلام أنبا مقار؟ كلام الأنبا أنطونيوس؟ كمان كلام غريغوريوس؟ كلام ذهبي الفم؟ ولا كلام المسيح وحياته؟ مين اللي مفروض كلامه يبقى قانون؟ فلنسلك في ذلك القانون عينه. بالله على كل إنسان يسأل نفسه ويجاوب نفسه، ومحدش يجاوب التاني لأنه خلاص النهاية خلصت، محدش يجاوب التاني. مين اللي كلامه قانون؟ نفتش كلام مين اللي قاله أبونا والبابا شنودة والبابا كلوروس والبابا كلوروس الخامس؟ فتشوا إيه؟ الله اللي خلقنا قال لنا فتشوا إيه؟ فتشوا الكتب، كتب إيه؟ مين اللي مفروض كلامه قانون؟ ومين حياته تبقى قانون؟ أنا هو الطريق، مين اللي هو الطريق؟ أبونا داود لمعي هو الطريق؟ ما في ناس قالت كده، البابا شنودة قال البابا شنودة هو الطريق؟ يا ناس العالم قرب ينتهي، ولا كلام المسيح وحياة المسيح؟ مين اللي مفروض يتقال هو القانون وهو الطريق؟ أنا هو الطريق والحق والحياة، أي حد بابا وات روما، أي حد هو الطريق والحق والحياة؟ يا ناس العالم قرب ينتهي، العالم قرب ينتهي، ومفيش حد هينفع حد، مفيش حد هينفع حد. ربنا دايما يقولي كررها، الناس نايمة في سبات، العبارة بتصحي، الحقيقة الحق بيصحي، مفيش حد هينفع حد. مين هو الطريق ومين هو الحياة ومين هو كلامه يبقى قانون؟ كلام أبونا اللي بيقول سيف على رقبتك، ولا كلام إلهنا؟ يا ناس مين هو إلهنا ومين هو الباب ومين هو الطريق؟ والبناء مفروض يكون إيه؟ والقصة ايه؟ ابونا بيحكي عن طقوس مش غلط، بس دي عن الامور السلبية ولا بناء روح؟ البناء الروحي لا، هو الله هو اللي هيبنيني، هو اللي هينور، هو اللي يفتح ذهني، هو اللي ياخدني، وهو اله كل نعمة، هو اللي
ورانا في حياة دانيال ويوحنا عادان، ورانا في أيوب. أيوب عمل إيه لما قدم ذبيحة؟ نشوف اللي كان بيقدم ذبيحة، ونشوف أخنوخ ودانيال ويوحنا عادان، ونشوف الشاب الغني الله قال له إيه. الله قال له أيها المعلم الصالح، قال له لماذا تدعونني صالح؟ قال له اذهب بع كل مالك. الكلام واضح للي عايز يعرف الوضوح، اللي عايز الحق، لأن المسيح قال كل شيء من إنجيل يوحنا 5، من إنجيل يوحنا صح 5-8. ولما الكلام رفض اختفى، لأن عند حد معين الحكمة تقول الكلام يقف. كل واحد عقله في راسه يعرف خلاص. صلوا لي. ايه رب الحقيقة؟ خلقتنا ليه؟ وازاي اوصل؟ قل لنا انت قبل فوات الاوان. وكل واحد طبعا عقله في راسه يعرف خلاصه. لكن انا اللي لازم ابنيه، دي اللي ضايعة. ابنيها يعني نوح بنى الفلك ليه؟ ضايعة. أيوة هو الفلك، بس لازم بجهادي اللي حتى الدم اللي بشبه جهاده هو وبقيادته هو وباستنارته هو، ويوم بيوم وساعة بساعة وثانية بثانية يمكنني في كل يوم وكل ساعة، وهو اللي هيقودني به ناحية ونتحرك، وهتحرك بيه لأن هو الراس. لكن أعتقد وانخدع وتوهم ان يوحنا المعمدان مش ابونا، لا، يوحنا المعمدان هو الباب وهو النور وهو اله كل نعمه. بدايه ولاده المسيح في اي انسان ثم من نموه الدائم المستمر ده عمل الله. ده خلق الطريق الروحي يا ابونا، هو خلق المسيح فيا. طب ما هو وسيط، هو وصل لغاية المدينة، لكن الله ما استخدمهوش وسيط. طيب ايه دور يوحنا المعمدان لأي شخص عادي؟ أعظم وليد نساء يوحنا المعمدان هو مش طريق للسماء، في طريق مسدود. ليه؟ البنى اللي كان من عشرات السنين ما كانش بنى على قيادة روح الله وفهم ونور روح الله. فين الهدف اللي إلهك الخالق نادى بيه؟ فينه في الإنجيل؟ عارف فين؟ وفين أنت منه؟ ده المفروض به نفهم. ما هو الإنسان هو مش عارف أولاً مين إلهه، مش عارف بيعبد إيه، مش عارف نفسه، مش عارف كم الاستعباد اللي فيه، مش عارف الطعم اللي ممكن يصطاد بيه. مجرد واحدة ماشية معرفش ايه وعند راجل ضعف خلاص العقل. في طريق مسدود. ليه؟ البنى اللي كان من عشرات السنين ما كانش بنى على قيادة روح الله وفهم ونور روح الله. فين الهدف اللي إلهك الخالق
ندى بيه فين وفي الإنجيل عارف فين وفين أنت منه. أمتى هندخل عهد جديد؟ أمتى؟ أمتى هنتولد ولادة حقيقية؟ وأمتى هنجاهد كما سلك المسيح عشان نقوم؟ أمتى هنقوم؟ وأمتى بعد القيامة هنعيش الصعود زي إيليا وأخنوخ؟ أمتى؟ أمتى والعمر خلاص قرب ينتهي؟